السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. أولا أعتذر عن ضعف صوتي لأنني الآن أنا في الحجر الصحي، تم تشخيصي بفيروس كورونا قبل يومين. الآن أنا في الحجر الصحي لمدة 5 أيام، بعد ذلك علي القيام بفحص آخر للتأكد أنني نيجاتيف وليس بوزيتيف، لكن بالرغم من ذلك حاولت ما أمكن جمع بعض المعلومات لضعكم في الصورة لكي يستفيد الناس ولكي تعم الفائدة. هناك الحديث على أنه ربما يكون هناك شيء تحفيزي رابع، سوف أبين لكم هذا الأمر. نعم، هناك مطالبة من الرئيس الأمريكي جو بايدن للكونغرس بأن يتم ضخ بعض الأموال للمساعدة بين هذه الفترة التي تعرف انتشارا على لفيروس أوميكرون. وهناك برامج، ثلاث برامج سوف أخبركم بها، تم دعمها مؤخرا من طرف الإدارة الأمريكية. بالنسبة لأول برنامج أريد الحديث عليه في هذه الحلقة، وهو برنامج الفود ستامبس أو ما يسمى ببرنامج قسائم الطعام. هناك العديد من العائلات التي تستفيد من برامج قسائم الطعام أو ببرنامج الفود ستامبس لكونها من العائلات ذوي الدخل المحدود أو الفقيرة. فعلى كل حال، هناك العديد من الولايات، تقريبا 23 ولاية، أعلنوا على أنه سوف تكون هناك زيادة في قسائم الطعام ابتداء من هذا الشهر يناير من سنة 2022. كما قلت، هناك 23 ولاية وليس جميع الولايات، والولايات التي تم الموافقة على الزيادة في في قسائم الطعام سوف تظهر لكم على الشاشة، وهي مثلا ألاباما، أوهايو، فيرجينيا، وجورجيا وغيرها من الولايات. فعلى كل حال تمت الزيادة في قسائم الطعام، ويقال أنه مثلا في تكساس أقل ما يمكن أن يحصل عليه الشخص كزيادة هو تقريبا 95 دولار مثلا في تكساس. يمكنكم الدخول إلى أي ولاية تقطنون فيها وتعلمون ما هي الأمور المطلوبة، لكن 23 ولاية التي هي أمامكم الآن هي الولايات التي سوف تعرف ارتفاعا في قسائم الطعام. إذا تمت الزيادة في الولايات الأخرى أو تم الإعلان على خبر مثلا مفاده أن هناك زيادة في قسائم الطعام في جميع الولايات، فسوف أخبركم إن شاء الله في قادم الأيام. فهذا أول برنامج تم دعمه في إطار هذه الظروف التي يمر بها المجتمع الأمريكي. من بين البرامج الأخرى التي تم دعمها حاليا وهو برنامج الوجبات الغذائية المجانية. كما تعلمون، هناك العديد من أولياء الأمور الذين يستفيدون أطفالهم من وجبات غذائية مجانية في المدارس. فوزارة الزراعة الأمريكية قامت بضخ تقريبا 750 مليون دولار في دعم هذا البرنامج، وطلبت بأن يكون يتم إعطاء وجبات صحية، ويكون المنتوج هو منتوج أمريكي وليس أمور مستوردة. فبالنسبة لأولياء الأمور الذين يستفيدون أطفالهم من وجبات الغذاء، فكما قلت وزارة الزراعة الأمريكية دعمت هذا الأمر. كما أن هناك الحديث على أن يتوصل أولياء الأمور ببطاقة، لأنه أي طفل يحصل على وجبة غداء مجانية في المدرسة سوف تخصص له الدولة بطاقة. هناك العديد من الناس الذين أعلمهم توصلوا ببطاقة تصل 300 دولار 400 دولار. هذا الأمر يختلف من ولاية إلى ولاية إلى ولاية. فعلى كل حال راقبوا بريدكم، لأنه ربما سوف تتوصلون بتلك البطاقة. الآن ننتقل إلى البرنامج الثالث، وهو برنامج يهم دعم أسعار التدفئة. كما تعلمون، في موسم الشتاء الحالي العديد من العائلات سوف تلاحظ ارتفاع صاروخي في مصاريف التدفئة. فلذلك قررت الإدارة الأمريكية ضخ تقريبا 4.5 مليار دولار 4.5 مليار دولار لدعم هذا البرنامج. هذا البرنامج يخول للعائلات التي تقطن في بعض الولايات
الولايات المعروفة ببرودتها التقديم على يعني الاستفادة من هذا البرنامج. هذه دعوة للجميع الذين يقطنون في ولايات يعني باردة ويلاحظون أن هناك ارتفاع في يعني أسعار الفاتورة الخاصة بالتدفئة والكهرباء أو الغاز التقديم على هذا يعني البرنامج. هذا البرنامج شخصيا كنت أستفيد منه حينما كنت أقطن في ولاية مينيسوتا. أنا ذا كنت أدفع تقريبا 30% والدولة تدفع 70%، وهذا أمر جيد. هناك بعض الولايات التي يمكنك التقديم عن طريق عبر الانترنت، وهناك بعض الولايات التي من المفروض الذهاب إلى يعني مكتب مخصص لهذا الأمر. لكن على كل حال سوف أضع لكم رابط هذا الموقع أسفل هذا الفيديو، يمكنكم التقديم على هذا الأمر منذ الآن، لأن كما قلت تم تخصيص 4.5 مليار دولار لدعم هذا البرنامج. ننتقل إلى أهم موضوع، وهو موضوع الشيكي التحفيزي، لأنه هناك احتمال، أقول هناك احتمال أن يكون هناك شيكي تحفيزي، خصوصا مع هذه الظرفية التي تمر منها البلاد مع ارتفاع يعني حالات الإصابة. هناك العديد من الناس الذين أصيبوا وغادروا يعني وظائفهم، وحينما يغادر الإنسان وظيفته هناك العديد من الشركات التي لا تدفع مع كامل الأسف 5 أيام أو 10 أيام لا تحصل على أي مال من تلك الشركات، لأنه مع كامل الأسف أغلبية الشركات هنا في أمريكا يعني لا توافق على ما يسمى بالعطلة المرضية. هناك العديد من الشركات التي ربما سوف تستعمل your vacation days، يعني أيام العطلة التي تتوفر عليها كأيام، يعني عوض أن تدفع لك أموال مجانية سوف تخبرك بأنك يمكنك استعمال vacation days كأيام وتحصل على راتب. بعد عودتك إلى العمل تأكد أنك ليس لديك vacation days، ليس لديك عطلة. وهذه من الأمور الغريبة هنا في المجتمع يعني الأمريكي. مع كامل الأسف جو بايدن طالب بتضمين هذا البرنامج في إطار حزمة الأسر الأمريكية، لكن جو مانشن رفض هذا الأمر. هناك الحديث على أنه ربما سوف تكون هناك إعانة للبطالة، شيكات إعانة البطالة، لأنه ربما هناك يعني أناس، هذه في بداية أوميكرون لاحظنا بأن هناك العديد من الحالات، هناك العديد من الإصابات. ربما إذا استمر الوضع سوءا ربما الناس سوف تفقد عملها أو سوف تغلق الشركات، بمعنى أنه احتمال أن يكون هناك شركات شيكات لإعانة البطالة. هناك شيكات سوف تخصص لدعم الشركات والمطاعم، المطاعم كذلك سوف تتضرر من هذه الأمور. تذكروا أن المجتمع الأمريكي أو أغلبية المواطنين الأمريكيون يعيشون على الراتب أو ما يطلق عليه من paycheck to paycheck، يعني مثلا الإنسان هنا في أمريكا يحصل على الراتب مرتين في الشهر، يعني كل أسبوعين يحصل على راتب. فالعديد من الأمريكيين يخصصون الراتب الأول مثلا لدفع يعني مثلا فواتير الكهرباء، الانترنت وغيرها من الأمور، والراتب يعني الثاني الذي يحصلون عليه في نهاية السنة نهاية الشهر ربما سوف يتم تخصيصه لدفع المورجج أو يتم تخصيصه لدفع الإيجار. لذلك إنسان حينما يفقد الإنسان عمله لمدة مثلا 5 أيام أو 10 أيام وليس هناك تعويض، فالأمر أمر جد سيء. لكن على كل حال كما قلت هناك أخبار هناك مطالبة من الجمهوريين ومن الديمقراطيين بأن يكون هناك شيك تحفيزي، لكن نتمنى أن يكون هذا الشيك تحفيزي بشكل شهري، لأنه مع ارتفاع الأسعار والتضخم ويعني انتشار كورونا فشيك واحد لا يكفي. هذا هو الواقع، يعني لا يمكن لدولة كالولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم شيك واحد مثلا الآن مثلا في يناير أو في فبراير وعلينا ننتظر مثلا 7 أشهر حتى يتم الموافقة على شيك آخر. من المفروض أن يكون هناك شيك على الأقل بشكل شهري، لأنه حاليا الناس لا تحتاج إلى أموال تخصص للطاقة النظيفة أو تخصص لمحاربة يعني التغير المناخي. هناك هذا البرنامج الذي خصصت له 500 مليار دولار، ف500 مليار دولار يجب مثلا ضخها في الاقتصاد الأمريكي، يجب مساعدته يعني العائلات التي تتضرر الآن من يعني الأمور الحياتية مع ارتفاع الأسعار مع التضخم وغيرها من الأمور. هناك مثلا أناس تجد شخص واحد هو من يشتغل في العائلة، فإذا أصيب ذلك الشخص مثلا بكورونا توقفت حياتهم. فهذه الأمور يعني أتمنى كما قلت أن يكون هناك شيك بشكل شهري، عوض أن يكون شيك واحد، لأن شيك واحد لن
يكفي في هذه الظروف التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بكل اختصار الأمور المتعلقة بالأخبار المتعلقة بالشيكي التحفيزي أو البرامج الحكومية التي تم دعمها مؤخرا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.